اليوم أهالي غرب مدينة بعقوبة خرجوا بوقفة احتجاجية وسط مدينة بعقوبة، دعا إليها النائب طه المجمعي. بحسب قول الأهالي اليوم الخدمات متردية جدا، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي اللي يشمل جميع مناطق غرب بعقوبة ما زال لغاية الآن حبرا على ورق، وهناك أنباء عن إلغاء هذا المشروع وعدم إقراره في الأيام القادمة، بالإضافة إلى أنه هاي المدينة تعاني من نقص في الخدمات، بالإضافة إلى نقص في الأبنية المدرسية، وهي تعتبر ثلث محافظة ديالة، أكثر من 200,000 نسمة في هذه المناطق. اليوم الممثلين عنهم خرجوا إلى تظاهرة ويطالبون، وفي حال لم تستجب الحكومة لتنفيذ مطالبهم وتوفير الخدمات سيتحول هذه الوقفة إلى اعتصام، ومن ثم ممكن إلى غلق الشوارع. بحسب ما ذكروا وأن اليوم الأهالي يطالبون بتوفير الخدمات من الحكومة المركزية ويطالبون بالاستجابة.